سوق العملات الرقمية كان مجنون مؤخرا، وعملة واحدة كانت خاطفة كل الأضواء. هي العملة هي سولانا، يلي تسللت بكل سلاسة لقائمة أعلى 10 عملات من حيث القيمة السوقية. هاد ببساطة لأن الإيكو سيستم الخاص بسولانا عم ينمو بمعدل سريع جدا، عم يتدفق مئات الآلاف من المستخدمين على منصات الـ NFT يلي بتتبع سولانا، وبروتوكولات التمويل اللامركزي أو المعروفة باسم الديفاي. وكتير من هاي الأنظمة عم تتسلل كمان لأعلى قوائم المتصدرين بالتطبيقات اللامركزية من حيث إجمالي القيمة المؤمنة وحجم التداول. شهدت سولانا كمان قدر كبير من الاستثمار المؤسسي والتبني، مع أكثر من نصف مليار دولار تم ضخها بالأشهر القليلة الماضية. وكما هو الحال مع كل العملات الرقمية، فمتبنيين الأوائل هن الأكثر ربحية، ولكن بالنسبة لسولانا لساتها بأيامها الأولى. اليوم رح أعطيك ملخص سريع لكل ما يتعلق بسولانا، وعرفك على جميع الأدوات اللي بتحتاجها لاكتشاف النظام المتوسع بسولانا، وين فيك تلاقي الجيل الجاي من جواهر العملات الرقمية. اتذكر منيح أنه لا أنا ولا أي يوتيوبر نعتبر مستشارين ماليين، استثمارك هو مسؤوليتك الشخصية. إذا كنت أول مرة عم تحضرني ومهتم بمجال العملات الرقمية، فبحب إلك أنك بالمكان الصح. اسمي محمد، الطب مهنتي والعملات الرقمية هي شغفي. رح تلاقي بقناتي جديد المشاريع وتغطية لأهم الأخبار ومراجعات المواقع والمنصات، تعديل، تداول. شو رأيكم؟ مهتمين؟ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم إشعار بالفيديوهات الجديدة. إذا ما سمعت عن سولانا من قبل، فرح أعطيك ملخص سريع. تأسست شركة سولانا بعام 2017 على إيد عالم الكمبيوتر المخضرم أناتولي ياكوفينكو. تم إنشاء سولانا بواسطة سولانا لابس، وهي شركة برمجيات مقرة بسان دييغو كاليفورنيا، واللي جمعت أكثر من 25 مليون دولار بين المبيعات المتعددة لعملة سول بين عام 2019 و2020. ومثل معظم مشاريع العملات الرقمية، في مؤسسة بتملك وبتدير وبتشرف على سولانا، هي مؤسسة سولانا فاونديشن. وهي المؤسسة هي مؤسسة غير ربحية مقرها بسويسرا، وهي اللي كلفت سولانا لابس للحفاظ على بلوك تشين السولانا. على عكس معظم مشاريع العملات الرقمية، بلوك تشين سولانا بيقدر يعالج المعاملات بسرعة هائلة تماثل سرعة معالجة طرق الدفع التقليدية. تتراوح الأرقام الرسمية بين 50 ل 65 ألف معاملة بالثانية الواحدة. كل هذا بفضل آلية إجماع سولانا الفريدة من نوعها لإثبات الحصة، واللي بتستخدم آلية ضبط الوقت اللامركزية يلي بتدعى إثبات التاريخ أو Proof of History. وبتملك سولانا كمان بنية جديدة بتقسم عقد المدقق على بلوك تشين لمجموعات خاصة، بتبلغ مكافآت الستيكينج الخاصة بسولانا حوالي 7% سنوياً لكل من المدققين والمفوضين بفترة فتح مدتها 5 أيام. المدققين يلي بتلاعبوا بالبلوك تشين رح يخسروا بالنهاية 100% من حصتهم. عملة سول هي العملة الرقمية الأصلية لسولانا، وبيتم استخدامها للتخزين ودفع رسوم المعاملات على سولانا، وبيتم حرق 50% من جميع رسوم المعاملات على سولانا، بينما بيروح النصف الثاني للمدققين والمفوضين. العرض الأول لعملة سول هو 500 مليون عملة، وبتمتلك معدل تضخم سنوي متناقص بيبدأ عند 8% وبينخفض ل 1% بعد 15 سنة. تم بيع 1.6% من عملات سول بالعرض الأول للمستثمرين العاديين بعملية بيع عامة، في حين أنه تم توزيع 35% من المعروض من عملات سول للمستثمرين الأوائل عبر مبيعات خاصة مختلفة ذكرت لكم إياها بمقدمة الفيديو. وراح حوالي 38% من العرض الأول لمحفظة خاصة لصالح مؤسسة سولانا فاونديشن، والباقي لفريق سولانا ونفس المؤسسة. كان توزيع العرض الأول لعملة سولانا خاضع لجدول استحقاق صارم للغاية، تم الانتهاء منه بوقت سابق هاي السنة. العملات الوحيدة اللي ما تم منحها بالكامل لحد اللحظة هي اللي بتخص مؤسسين سولانا. وعلى الرغم من بدء تشغيل شبكة سولانا بشهر مارس بسنة 2020، إلا أنه من الناحية التقنية لسه سولانا بالمرحلة التجريبية، وعندها بعض النقاط اللي رح أذكر لكم إياها بالفيديو.
ومع هيك تمكنت سولانا من جذب مئات الآلاف من الناس وعشرات المؤسسات من داخل وخارج مجال العملات الرقمية، وأثبتت نفسها كمنافس كبير بمجال العملات الرقمية للعقود الذكية. وهلأ رح أعلمكم كيف تعملوا إعداد للمحفظة لتقدروا تتفاعلوا مع سولانا بلوكتشين من خلال إضافة على المتصفح. أول خطوة لازم نعملها حتى نتفاعل مع بلوكتشين سولانا هي أنه نحمل المحفظة على المتصفح الخاص بنا. أفضلهم هي محفظة فانتوم، رح أترك لكم رابط تحميلها بالوصف. بمجرد أنك تروح على الرابط الخاص بمحفظة فانتوم بمتجر متصفح جوجل كروم، بتنقر على إضافة إلى كروم، بعدها بتثبتها. رح تفتح لك صفحة جديدة، بتضغط على إنشاء محفظة جديدة، ورح يطلب منك تخزين عبارة الاسترداد السرية أو البرايفت كي. هاي العبارة رح تتمكن من استرداد أموالك الموجودة بالمحفظة إذا صار شيء لجهاز الكمبيوتر الخاص فيك. لهيك لا تخلي أي حدا يشوف هاي العبارة أو يقدر يوصل لها، وتأكد أنك محتفظ فيها بمكان آمن. وبعدها رح يطلبوا منك إنشاء كلمة سر، وبعدها رح توافق على شروط الخدمة، وبمجرد أنك تضغط على تأكيد رح يخبروك على اختصار الكيبورد يلي من خلاله بتقدر تفتح محفظة فانتوم. وهيك كل الأمور صارت جاهزة. وهلأ صار فيك تشحن رصيد على هاي المحفظة من أي منصة تدعم عملة سولانا. أنا برشح لك باينانس FTX، منصة FTX. وهلأ رح نحكي عن بعض المشاريع القائمة على شبكة سولانا. حالياً في حوالي 100 تطبيق لا مركزي، ومعظم الأحداث الكبيرة عم تصير ضمن أفضل 20 تطبيق. هاي المشاريع فيكم تلاقوها بالمواقع يلي رح أحط لكم إياها بالوصف. تمام؟ أول تطبيق لا مركزي لازم تتعرف عليه هو بروتوكول تمويل لا مركزي بيدعى ريديوم، يلي بيشتغل بفكرة متجر واحد في كل ما يتعلق بالديفاي المتعلق بسولانا. لاقت المنصة اللامركزية من ريديوم شعبية خاصة، وصارت مؤخرا واحدة من أفضل المنصات اللامركزية بالعملات الرقمية من حيث حجم التداول. مثل ما لكم شايفين، ريديوم هي نسخة عن يوني سواب بس أسرع وأرخص بكثير بالاستخدام. لتوصيل محفظة فانتوم الخاصة فيك بريديوم، اضغط على زر الاتصال على أعلى يمين الشاشة، ورح يؤدي هذا الشيء لفتح قائمة طويلة من محافظ الويب المدعومة، ورح تكون فانتوم هي الأولى بالقائمة. بعد ما تضغط عليها رح تتم مطالبتك بالموافقة على الاتصال بريديوم من خلال المحفظة، وهيك تم الاتصال بنجاح. وهلأ إذا كان معك سولانا بمحفظة فانتوم أو أي العملات المدعومة، بتقدر بكل بساطة وسرعة فائقة وبرسوم منخفضة جدا إنك تبادل عملاتك بعملات تانية. وهلأ رح أحكي لكم وين فيكم تلاقوا المشاريع الجديدة على شبكة سولانا. بعد ما عرفت كيف تتداول الرموز على سولانا، فأنت هلأ جاهز لحتى تلاقي الجواهر يلي ممكن ترتفع مئات الأضعاف مع الأيام الجاي. في 3 أماكن فيك تلاقي فيهم مشاريع سولانا القادمة. المكان الأول هو منصة التداول FTX. استضافت FTX لكثير من عروض التبادل الأولية، وكانت كلها تقريبا مشاريع مبنية على سولانا. وهذا بالمقام الأول لأن منصة FTX واحدة من أكبر الداعمين لسولانا. بتمتلك FTX نظام الديفاي إيكوسيستم اللي هو مشروع سيرم القائم على بلوكتشين سولانا. الشيء الحلو إنه المشاريع اللي بتم إطلاقها على FTX إنه هي المشاريع بتم فحصها بدقة جدا مسبقا، تماما مثل المشاريع اللي منلاقيها على باينانس لانش باد. الفرق هون بس إنك على الأغلب رح تلاقي صعوبة بالمشاركة بالعرض الأولي لهي العملات، لأنه بيتطلب منك وجود عملة FTT التابعة لمنصة FTX بعدد كبير لحتى تقدر تشارك. وغير هيك المشاريع اللي بتم تقديمها على منصة FTX عندها مخصصات بيع منخفضة بشكل كبير، بحيث بتروح الغالبية العظمى من هي العملات للمستثمرين الأوائل وأصحاب هي العملات، وهذا الشيء بيخلي هي المشاريع تحت ضغط، بيخلي أسعارها ما ترتفع كما يجب. بس لحسن الحظ في عنا مكان تاني منقدر نلاقي فيه مشاريع سولانا الجاية، يلي هو Radium Accelerator Launchpad. استضافت Radium عدد منيح من العروض الأولية لبعض المشاريع القائمة على سولانا. معظم هاي المشاريع مدعومة من منصة FTX وغيرها من الشركات العظيمة بمجال العملات الرقمية، بس لسوء الحظ كمان المشاركة بعمليات الطرح الأولي بمنصة Radium بيحتاج رأس مال كبير، وبيتطلب منك انك تعمل ابحاث شخصية للتأكد من انه هي العملات شرعية، لانه عملية الفحص ما لها صارمة مثل ما بتكون بمنصة FTX. الشيء الحلو على Radium انك حتى لو اشتريت العملات بعد طرحها بفترة
فرح يكون في احتمالية صعود أكبر لهي العملات لمجرد إدراجها بمنصات كبيرة. وفي أمثلة يعني عملات ارتفعت بنسبة كبيرة بعد ما تم إدراجها على FTX بعد ما انطرحت بالبداية على منصة تريديوم، مثل عملة ستار أطلس. وبالنسبة للمكان الثالث والأخير اللي بتقدروا تلاقوا فيه مشاريع سولانا الجديدة هو سولانيوم. سولانيوم هو موقع تم إطلاقه مؤخرا، بتتم عليه عمليات طرح المشاريع الجديدة الخاصة بسولانا مثل ريديوم، بس الحواجز اللي ممكن تحول بينك وبين الدخول أقل بالوقت الحالي. وكمان في ميزة إنه فيك تعرف معلومات كتير عن مشاريع ممكن تكون واعدة قبل وقت طويل من إدراجها بالمنصات الكبيرة. بس الشيء اللي لازم تخلي بالك منه إنه رح يكون عليك بذل جهد إضافي لحتى تبحث عن المشاريع المناسبة على سولانيوم. وهلأ آخر شيء بدي أحكي لكم عن سولانا NFT. ممكن يكون جزء كبير منكم سمع مؤخراً على إنه NFT الخاص بسولانا صار عليه صدى كبير، لأن عم تنباع بأسعار باهظة جداً. فيك تشتري وتبيع مجموعات الـ NFT الأكثر شهرة على سولانا من خلال موقع solanaart.io. أول ما تشتري الـ NFT رح تلاقيها تلقائياً طلعت بمحفظة فانتوم الخاصة فيك تحت علامة تبويب المقتنيات أو الكولكتبلز. ملاحظة بس مهمة إنه على موقع solanaart.io فيك تشوف إحصائيات سابقة حول عمليات بيع وشراء الـ NFT اللي تمت، وبتقدر تشوف أقل سعر انباعت فيه. بس الشيء السلبي بموقع سولانا آرت انه ما بيمنحك الوصول لكل مجموعات الـ NFT الموجودة على شبكة سولانا، بس المجموعات الأكثر شعبية. منصة FTX مؤخرا أطلقت سوقها الخاص بالـ NFT، واللي بيسمح لك انك تبيع وتشتري وتصنع NFT على شبكة سولانا وعلى شبكة الإيثريوم. على الرغم من انك ما رح تكون قادر على سحب أي NFT رح تشتريها على محفظة فانتوم الخاصة فيك بالوقت الحالي، وثائق FTX بتشير انه هذا الشيء رح يصير ممكن قريبا. مو بس هيك، رح يكون فيك تجيب NFT من برا المنصة وتعرضها للبيع على الماركت الخاص بالمنصة. ومن خلال منصة FTX مثل ما ذكرت فيك تعمل NFT بمجرد انك تفتح الموقع او تضغط على انشاء، رح تفتح لك صفحة جديدة فيك تعبي كل التفاصيل الخاصة بالNFT، تحمل الصورة، ولاحظ انه رح يترتب عليك دفع $10 لصنع الـ NFT، هي بتروح لصالح الـ FTX، ورح تقرر بالنهاية شركة الـ FTX إذا كان الـ NFT الخاص فيك جيد بما يكفي لحتى يتم إدراجه على الماركت الخاصة فيهم. الموضوع ما له بيرفكت بشكل كامل، لكن هي الطريقة الوحيدة على سولانا يلي فيك حالياً تعمل NFT عليها. هاد كل شيء بتوقع لازم تعرفه عن الإيكو سيستم الخاص بسولانا بالوقت الراهن. اتذكر دائماً إنك تتحقق من عناوين المحافظ قبل الإرسال. اعمل ابحاثك كتير منيح قبل ما تشتري اي عملة او رمز، ولا تنسى ورع عمليات النصب والاحتيال. كان معكم دكتور كريبتو، السلام عليكم.